نستمر مشاهدينا في المتابعة، وينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور، مجالات التعاون فيما بين مصر والبوسنة والهرسك تعود إلى عام 1992 اليوم، كيف ترى مجالات التعاون وشكل العلاقات فيما بين الجانبين؟ طبعا صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. العلاقات طيبة بين الدولتين الحقيقة، وترجع يمكن إلى أكثر من ثلاث عقود من الزمان. مصر كانت من أول الدول اللي اعترفت بالبوسنة والهرسك عقد فصلها عن الاتحاد اليوغوسلافي. احنا لنا مصر لها سفارة منذ عام 1996 في العاصمة البوسنية. إذا مصر أيضا عاوز أقول كان لها دور مهم الحقيقة في إعادة الإعمار بعد الحرب اللي خاضتها البوسنة والتي أدت إلى تدمير كبير. مصر بتساند البوسنة سياسيا ودبلوماسيا وفي المحافل الدولية. على مستوى العلاقات الثنائية، العلاقات طيبة، ولكن من المقبول فيه أيضا أنه في خلال الفترة القادمة القريبة وبعد هذه الزيارة على مستوى القمة أن يتم تطور كبير وتدعيم للعلاقات بين البلدين بحيث تصل إلى المستوى المقبول. وهذا التدعيم للعلاقات سواء على المستوى الاقتصادي، المستوى التجاري، على مستوى التعاون في مجالات مختلفة، في مجال السياحة، في المجال الثقافي، كل دي مجالات للتعاون بين الدولتين على مستوى الثنائي. أيضا في مجال التبادل التجاري والصادرات المصرية، كل دي عوامل من شأنها أن توثق الروابط والعلاقات بين الدولتين، وده المتوقع الحقيقة بعد هذه الزيارة وهذا اللقاء اللي بنطلق عليه دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرئاسية. نعم. أبرز مجالات التعاون في رأيك، يعني الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كانت يعني لها دور كبير ولعبت دورا كبيرا في تدريب كوادر بوسنية عديدة في مجالات عدة مثل الشرطة، الدبلوماسية. أبرز مجالات التعاون على ضوء يعني ذلك وضوء الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. يعني هو مجالات التعاون الحقيقة مجالات متعددة، وأتوقع أن في الفترة القادمة يتم تدعيمها وفي مختلف يعني نقول المجالات أو في مختلف المستويات، سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، على مستوى السياحة، على مستوى كمان يعني الثقافي والتعليمي. احنا بنشهد أن البوسنة لها أعداد كبيرة تلقوا تعليمهم وخصوصا في جامعة الأزهر الشريف، وبالتالي هم أيضا الكلام ده منذ سنوات، ومنهم الآن من أصبح يتبوأ مناصب هامة، وبالتالي كل ده بيساعد على تقوية الروابط بين الدولتين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة، القضايا السياسية، قضايا الإقليم، قضايا دولية. ودايما بيتقال إن السياسة الخارجية الناجحة تكون ناجحة بقدر انعكاسها على الداخل. عشان كده احنا بنتوقع ان هذا اللقاء على مستوى القمة سينعكس على الداخل بين الدولتين، وبما يحقق مصلحة الدولتين ومصلحة الشعبين وعلى مختلف المستويات. يأتي على رأس هذه الملفات دكتور أكرم الملف الفلسطيني والأوضاع في قطاع غزة. نتحدث عن التوافق والحشد الدولي من قبل مصر لجميع دول العالم من أجل دعم القضية الفلسطينية. طبعا مستوى اللي بيطلق عليه القضايا ذات الاهتمام المشترك هو أحد الملفات الهامة المتوقع بحثها في هذا اللقاء، يتعلق بالقضايا المختلفة الإقليمية وقضايا المنطقة، وعلى رأسها بطبيعة الحال الأحداث في غزة والتطورات الخطيرة والتصاعد الذي يحدث في غزة، واللي مر على هذه المشكلة وعلى هذا الغزو الإسرائيلي 7 شهور تقريبا حتى الآن. أتوقع أن تتوافق وجهة نظر الدولتين في هذا الشأن وفي الدعوة إلى نزع فتيل هذه الأزمة، وفي أيضا دعوة الدول والأطراف المختلفة الدولية، الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية والقوى المؤثرة
إلى أن تمارس نوع من الضغط أو مزيد من الضغط على إسرائيل لنزع فتيل العنف في المنطقة والحلقة المفرغة التي تتكرر كل فترة، وإن كانت هذه المرة هي أخطرها على الإطلاق. إذن توقع أن هذا الحشد أيضا يتم نوع من الحشد الدولي، وخصوصا يعني أنا عاوز أقول أن في مؤشرات إيجابية مؤخرا لإمكانية بوساطة مصرية وبدور مصري مقدر إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين حماس وإسرائيل، وبما يتيح تنفيذ ما يعني أهداف لكلا الطرفين، وهي دي جوهر العمليات التفاوضية الناجحة، أنها تحقق أهداف للجميع، وأن يتم نزع فتيل هذه الأزمات ونزع فتيل العنف المتكرر. نعم، طيب فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أيضا، دعم القاهرة للبوسنة والهرسك في العديد من المجالات، إذا ما عدنا إلى الحقبة التاريخية، مساهمة مصر في إعادة الإعمار، كل أمور ساهمت في توطيد العلاقات فيما بين الجانبين، لأي مدى ترى أن هذا مهم بالنسبة لمصر وسياساتها الخارجية في التواصل مع الدول التي كانت لها علاقات تاريخية معها، وكان هناك يعني عهد طويل من التقصير في تدعيم العلاقات الثنائية بها، وهذا شكل يعني توصف به العلاقات فيما بين مصر والبوسنة والهرسك؟ طبعا البعد التاريخي في العلاقات له، العلاقات بين الدول يعني له أهمية كبيرة، وبالتالي يعني لا تكون البداية من فراغ، وإنما يتم البناء على ما سبق، وده من شأنه تدعيم وتقوية هذه العلاقات. العلاقات طيبة، نتكلم عن التبادل التجاري، التبادل الاقتصادي، كل هذه العوامل يعني طيبة، ولكن ربما لم تصل إلى ما هو مأمول من قوة العلاقات السياسية بين الدولتين، وبالتالي نتوقع أن في الفترة القادمة وبعد هذا اللقاء الهام على مستوى القمة نتوقع أن تكون هناك دفعة إيجابية قوية للعلاقات بين الدولتين، وبما يؤدي إلى مزيد من التعاون ومزيد من التأكيد على المصالح المتبادلة للدولتين ولشعبهم. أبرز المجالات التي تتوقع أن تطرح على طاولة المحادثات بجانب بالتأكيد الصراع في الشرق الأوسط فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دينيس بيتروفيتش؟ يعني متوقع أن تكون هناك عديد من الملفات، ممكن ننظر إلى هذه الملفات على المستوى الثنائي، يعني مستوى العلاقات بين الدولتين وتنمية العلاقات وتطويرها على الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية، تبادل الخبرات والجوانب الثقافيه وغيرها. توقع ايضا ان المستوى الثاني ان يتم بحث قضايا اللي بيطلق عليها قضايا ذات اهتمام مشترك. قضايا ذات اهتمام المشترك يعني القضايا التي ليست متعلقه بدوله واحده من الدولتين بصفه خاصه، وانما بتهمهم الاثنين. انا بنتكلم على سبيل المثال عن القضايا المطروحه في الشرق الاوسط، أو اللي بنسميها الملفات الساخنة، بنتكلم عن التطورات اللي بتحدث في البحر الأحمر وتأثيرها على الاقتصاد وعلى التجارة الدولية، لما نتكلم عن التوتر حتى في إقليم الشرق الأوسط، واللي ده اللي تصاعد مؤخرا، وشفنا توترات بين إيران وبين إسرائيل على سبيل المثال، كل دي عوامل أتوقع أنها تكون مجال للاهتمام المشترك، إضافة ربما أيضا إلى بعض القضايا ربما التي تهم العالم ككل، يعني ليست تتعلق بالإقليم فقط. نعم. نتكلم على سبيل المثال زي قضية الإرهاب، أيضا ربما تكون أحد القضايا المطروحة. إذن هي قضايا متعددة، سواء فهمناها على المستوى الثنائي أو فهمناها على مستوى جمعي أو يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. الملف التجاري فيما بين الجانبين أيضا من الملفات المهمة، هناك يعني العديد من السلع التي يتم استيرادها من مصر من قبل البوسنة وكذلك مصر من البوسنة، سبل تدعيم هذا المجال، المجال التجاري، لأنه أحد أهم سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بكل تأكيد. بالتأكيد يعني ده بيتعلق بالتبادل التجاري والعلاقات الثنائية على هذا المجال، في فعلا تبادل تجاري في صادرات مصريه، انما زي ما بقول لحضرتك ربما لم تصل حتى الان حتى هذه اللحظه الى ما هو مأمول.
نعم. وبنتوقع نتيجة لهذه الزيارة الهامة ونتيجة لهذا اللقاء على مستوى القمة أو اللي بنسميه الدبلوماسية الرئاسية، نتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتجارة والتبادل التجاري والصادرات المصرية في هذا الإطار، وده طبعا له أهميته الكبيرة للدولة. أشكرك دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.